صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم هذا النوع من الدواء، اسمه اكسباندول باراسيتامول 500 ميلي جرام، يحتوي على 20 حبة، زوج لي ساشيكي من هكا، كل واحدة فيها 10 حبات، يعني 20 حبة ككل. يوصف هذا الدواء بالنسبة للبالغين من 15 سنة فما فوق، ما يقدروش يشربوه لأقل من 15 سنة. يوصف اللي يعانيوا من ألم أو الحمى أو الصداع ونزولات البرد، كذلك لألم الأسنان وفي حالة التيبس العضلي، ويوصف كذلك للإناث في وقت ألام الدورة الشهرية، يخفف من ألم الدورة الشهرية. ما يقدرش يستهلكوا هذا الدواء الناس اللي يعانيوا من مرض الكبد، وعند أخذ هذا الدواء لمدة 5 أيام، إذا كانت الحمى ما راحتش في مدة 5 أيام، أو الألم الحمى لمدة 3 أيام، أو الألم لمدة 5 أيام، يجب استشارة الطبيب والتوقف عنه. ما نقدروش نكملوا نشربوه. حوالي تقدري تاكلي منه من حبه الى 2 حبات في اليوم، واذا لزم الامر توصلي لربع حبات بعد، عفوا تقدري تاكلي غير منه حبه ولا 2 في النهار، بعد ربع سوايع باش تقدري تزيدي تاكلي حبات اخرين. ما تقدريش تاكلي 6 حبات في النهار، حوالي تاكلي ربع حبات، تاكلي حبة والله تاكلي حبة الى 2، وتبقاي ربع ساعات باش تقدري تزيدي تاكلي حبة والله 2، وما لازمش تاكلي 6 حبات في النهار. وهذه هي فوائد هذا الدواء للصداع والحمى كما ذكرنا، وألم الأسنان، تيبس العضلي وللطمث. وهذه هي فوائد باراسيتامول. السعر تاعو ما هو شي غالي بزاف، 4000 فرنك كما نقولو احنا، 4000 فرنك وإلى 5000. وهذا هو فائدة هذا الدواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو قادم إن شاء الله، وإلى الملتقى. ما تنساوش ديروا لي اشتراك وابوني للفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.